ألف مبروك مبروك، عيد سعيد علينا كلنا. شكرا. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. التفة بتاعك دي اتفضل. لأول مرة في تاريخ الفرنجة سفير مصري رضي ان هو يصور معانا، الاستاذ عمرو الحناوي سفير مصر في سلوفاكيا. ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ مبسوطين ان حضرتك النهارده، ومبسوطين اكتر ان انت مش لابس بدله بصراحه. يعني سفير ده لازم بدله على طول. لازم بدله وكرافته و... بس الجو بقى والهواء النهارده محتاج، والفرنجه ما ينفعش الكلام ده. لا 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 كل سنه وانت طيب. لو انت طيب يا حبيبي، لما بيجي العيد بتحس بيه هنا ولا لا ولا الهوا؟ لا مختلف طبعا، هنا ما عندهمش، عندهم طباع مختلفه عننا شويه، والجاليه قليله، ف ما فيش نفس ال، والجاليه حتى الاسلاميه، ولا بنتكلم على عيد الاعياد الدينيه مش كده؟ بالظبط. الصغير والكبير. لا بتبقى الاحساس بيه اقل كتير هنا في المنطقه، في وسط اوروبا يعني. اوكي. طب ايه الفرق، ايه الفرق بين العيد لما كنت بتقضيه في مصر لما تقضيه هنا او اي بلد تانية اشتغلت فيها؟ البومب فرقة. في هنا جبنا بومب احنا وفرقعنا في الشارع. فرقعت في الشارع؟ اه والله. استعزمونا معانا اصلا كتير. اه والله. لا هنا الفرق طبعا بيختلف، انت بتحتفل مع اسرة السفارة، شوية الناس اللي تعرفهم، بيبقى حاجة على الاكل تقريبا يعني. بس بتفتقد العادات اللي بنعملها في العيد هنا ولا يعني؟ في مصر في الصبح بنروح نصلي ونجيب اللبس الجديد وناكل كحك ونعيد ونتحرش في السينما بعد كده طبعا. لا هو احنا عندنا هنا مفيش الا مركزين صغيرين كده فيهم جوامع، فصلات العيد مش بنفس الحجم في زي دول تانية. كحك بنجيبه من مصر، لبس العيد بنروح من الاوتلت هنا جنبنا، بنروح نشتري حاجات جديده وننزل بيها وبتاع. انما غير كده التحرش بقى لا، ما اعرفش. ما حد حاولنا حاولنا هنا كتير فعلا، ما لقيناش زحمه اصلا. في اصلا افلام عيد عندكم يعني؟ الفيلم ده نزل عيد و طبعا محمد رمضان بينزل بقى فاهم. لا عادل مهم. لو عمرك فكرت تقلع الملابس الرسميه البدله وتنزل بالجلابيه في العيد على الجامع وبعد كده تقضي اليوم؟ الجلابيه ما هو النقطه فيها هنا مفيش يعني، هنا بتختلف يعني. انا كنت في انجلترا مثلا في جاليه عربيه اكتر وفي جوامع، هنا الوضع بالنسبه للاعياد الدينيه الاسلاميه تقريبا مفيش اي مظاهر احتفالات يعني. ما انا ما عنديش جلابيه يعني. امال هم هنا بيعملوا ايه في العيد؟ بيروحوا بقى يقعدوا في النهر هنا ويقعدوا جنبه يشربوا حاجات ساعة. ايه الزهق ده؟ لا هم عندهم كذا شويه احتفالات دينيه طبعا، ايام راس السنه النوعين اللي هي الارثوذكس اللي هي في 6 يناير وفي ديسمبر. عندهم بعض الحاجات التانيه زي عندنا اللي هي في اعياد يروحوا يزوروا الموتى في قرايبهم اللي توفوا كده، وفي حاجات تانية بقى مش عارف يحرقوا حاجات عشان يودوا الأرواح الشريرة. فكل دولة بيبقى ليها طقوس زي كده يعني. في عيد اللي هو سان نيكولاس اللي هو بيبقى بتاع الحلويات، فكل العيال بيحبوه. اوكي. وحضرتك لما بقيت بتنزل مصر دلوقتي في العيد قريب يعني، لقيت الدنيا اختلفت عن زمان؟ يعني احتفالاتنا احنا في العيد في مصر اختلفت عن زمان؟ ما عادش بتحتفل زي زمان. انا فاكر وانا صغير كانوا يجيبوا لنا عادية وخمسات وعشرات وبتاع، كنت بتبسط قوي. وتنزل فاكر كنت دايما أجر عجل عشان ما كانش عندي عجل للاسف، بنروح نأجر. بس كل الحاجات دي ما اعرفش، ما عدناش بنعملها زي زمان. وبقينا تدي واحد 10 صاغ دلوقتي خلاص. ما كنتش بتخمس بالعربيه في الشارع ليله العيد وكده؟ لا خالص. لا في ميدان علاء الدين.
لان مصر جديده اصلا. مصر جديده طبعا. ايوه انتوا عندكم كلها طبعا عربيات اكتر من عندنا. رالي البلاقسه كنا بنسميه. ايوه رالي البلاقسه. مات كلها الام دي. مصر جايه كلها بي ام اللي هي الام دي. اه صح. طيب كمسؤول هنا بقى ما بيجيلكش مصايب يوم العيد؟ يعني ما بيجيلكش واحد مثلا يقول لك طلع ابني او اخويا عشان ممسوك بعربيه متفيمه وفي بانجو في التابلو وبتاع عايزين نخرجه من الاسم؟ لا ما بيجيلكش ده. لا يمكن العادات بتختلف شويه. ممكن يقول لي مثلا اتمسك في حاجه تانية مثلا كسر فيزا ولا بس كده. لا لا الحاجات الزياده دي بقى بتاخد وقت في الحاجات اللي بتاعت الوقفه. يوم الوقفه دي على طول العيال بتبقى مبسوطه. لا لا معانا في الشغل بتاعنا بتختلف شويه. هو الجالية مش كبيرة هنا مش كبيرة. لا لا الجالية قليلة. لا قليلة وبعدين يعني مشاكلهم قليلة غالبيتهم متجوزين سلوفاكيات ومرتاحين معاهم. معرفش بقى بيعملوا معاهم ايه فبيجوا لنا. مرتاحين معاهم الشدة اللي مرتاحين معاهم. انما بالنسبة للبنج والحاجات دي ما بتعملش فيه خالص. طب ايه الحاجات الغريبة اللي حصلت لك؟ يعني حصل لك اي سوء تفاهم في يوم عيد في يوم وقفة؟ كان في مشكله حد عايزك تخرجه منها؟ حد مصري هنا عمل حاجه من مزار العيد بتاعتنا فاتقبض عليه او حصل له حاجه؟ اه واحد كان فرقع بومب من على الجبل اللي هناك ده وبعدين اشتكوه لانه عمل دوشه. عايز اعمل لك يعني مش عامل مشكله واحلها. وواحد تاني حب يشتري لحمه حلال ما لقاش كده يعني. فكلمنا في السفاره الاقي لحمه حلال منين وبتاع. يعني دي مشاكلك هنا بس انت مبسوط جدا هنا في سلوفاكيا. لا بالعكس عندنا مشاكل كتير هنا وضغط شديد لا الجاليه ما عندهاش مشاكل كتير هنا وبين الجاليه كلها كم واحد اصلا؟ ما بيسجلوش. المصريين عاده ما بيسجلوش بيجوا بس لما يكونوا محتاجين حاجه. يعني بنحاول نقول لهم يسجلوا. بنحاول يعني احنا بندي مثلا ايه 2 باسبور ببلاش لو جه سجل اسمه في ال انا مش عارف اعمل جد من الهزار. حاولنا اعمل وش الجد وهو حاولنا في كذا حاجه مثلا ان احنا نساعد الناس نتواصل معاهم. حتى لما جيت حاولت اكلمهم في التليفون استغربوا جدا وابتدوا يعملوا مشاكل مع الراجل اللي بيكتب بتكلمنا ليه وبتسال علينا ليه. فاحنا تسجيل لان لو حصل مشكله لو حصل طوارئ المفروض ان احنا نساعدهم فيها. وبالنسبه لهم حضرتك بوليس مش يعني بالزبط. هم بيحاولوا يعملوا بوليس وزي زمان هاخدهم اشحنهم على مصر وبتاع. فمش عايز ولو حتى لما يحط العنوان يحط حاجه غلط يحط ايميل ناقص عشان ما تجيبوش. مصريين شغل يعني. بس طبعا لان يمكن دايما عنده احساس ان العلاقه مش مظبوطه وان الحكومه مش هتساعده. هو بيعاملك معامله الحكومه هنا؟ انا الحكومه بس الحكومه في كل الاوجه بتاعتها. بس هو المفروض يعني العلاقه المفروض انها تبقى من الطرفين. يعني هو برضه يصدق شويه وانا اصدق شويه انت تتحسن الامور. انما لو فضلنا احنا الاثنين انا بعامله على ان هو جاي يعني عايز بحاجه ومضطر وهو بيعاملني على ان انا هستغله مش هت في تخوين على طول. تخوين.